حطيه في الكيس ورجيه. معقول لسه بتعمليه واحده واحده وتتعبي نفسك وتبهدلي ايدك؟ حطيه بقى في الكيس ورجيه معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيطلع بقى معاكي كفر متماسك ومقرمش معاكي وطعمه تحفه. عن تجربه دي افضل طريقه ممكن تعملي بيها البانيه، ولا بقى تبهدلي ايدك ولا تعملي بقى واحده واحده ولا الكلام ده خالص، ولا تتعبي نفسك خالص. شايفين بقى ما شاء الله هتطلع معاكي عامله زي النجتس. ان شاء الله تجربي بقى فكره الكيس ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي صفحتي انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. هاتي بقى حجر الساعة أو الرمود وحطيه في الفريزر بالشكل اللي انت شايفاه ده، هيضاعف مدة الاستخدام ومش هيخلص معاكي على طول. جربيها تعجبك جدا. المصفى بتاعت الحمام او المطبخ بتطلع حشرات، اوعي تزعلي هقول لك على الحل. معلقه نشادر ورشيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتتخلصي منهم نهائي. عصايه المساحه او المقشه بتقع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلها بقى بسيط جدا. هتجيبي بقى اي بالونه وهتاخدي بقى الحرف بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهتحطيها بقى في العصايه. عايزه اقول لك بجد الفكره دي سهله جدا وبسيطه ومستحيل بقى تقع منك نهائي. شايفين بقى ما شاء الله مسكت حلو جدا. افضل طبعا ما تجيبي مسمار وتربطي. الخلاط او الكبه اوعي تغسليهم، حطي حبه صابون وحبه ميه واضربيهم، هتبقى فله شمعه منوره. شايفين بقى ما شاء الله مفيش اسهل من كده. افضل طبعا ما تغسليها بسلكه او سفنجه وتلف بقى على السكينه، ولا قدر الله ممكن تتعوري. عشان تفكي اي كيس عندك وتستفادي كده بالكيس بدل ما ترميه وتقطعيه، هتعملي بقى الفكره دي، هتبرميه من تحت ومن فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيطلع معاكي بكل سهوله. بجد فكره حلوه جدا، جربيه. الطاسات بتاعتك اتحرقت بالشكل اللي انت شايفاه ده، بقى هقول لك على الحل. وفي اقل من دقيقه هتلاقيهم بيلمعوا معاكي وزي الفل، من غير بقى ما تجيبي عليهم ولا ميه ولا صابون. على الناشف هتلاقيهم بيلمعوا معاكي. الاسبونشه دي بقى بتبقى سفنجه وفيها سلك زي ما انتم شايفين كده، عايزه اقول لك بتنضف الطاسات حلو جدا. وكمان مش بتنظف الطاسات بس، لا ده ليها استخدامات كتير جدا. ادخلي كده على الصفحه هتلاقيني منزله بوست لاستخداماتها. عشان الامان وتنامي وانت مطمنه، خلي المفتاح معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يبقى بالعرض مش بالطول، استحاله بقى حد يفتح الباب نهائي. لما البيضه توصل 6 جنيه يبقى لازم نجيب البيضه ام 3 جنيه. اه والله زي ما بقول لك كده. شايفين بقى ما شاء الله البيضه الواحده فيها صفرين، يعني ده اسمه بيض بصفرين، وب 6 جنيه زيه زي اللي بتشتريه بالظبط، بس ده بقى اكبر واوفر. يعني بدل ما بتستخدمي بيضتين هتستخدمي بيضه واحده وهتقف عليك ب 3 جنيه. وعايزه اقول لك حرفيا طعمه تحفه جدا، عامل زي البلدي بالظبط، ما تفرقهوش عنه. عن تجربه جربيه وهتدعيلي عليه. لو كنت تعرفي قوليلي بقى في التعليقات، وقوليلي بقى بتتابعيني من انهي بلد. واتمنى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي صفحتي انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. عندك شفشق الخلاط اتكسر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولا ترميه ولا تزعلي نفسك خالص، هنصلحه معانا بكل سهوله وباقل التكاليف. هاتي بقى الامير والفلين. الفلين هنا مش صعب تجيبيه، هتلاقيه بقى في اطباق الورد اللي عندك كده على السفره. هتجيبي بقى منه قطعه صغيره وهتجيبي بقى انبوبه الامير، وتعالي بقى اقول لك هنفتحها ازاي. هتجيبي بقى البنسه وهتبداي بقى تفتحيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقه الصح. وهجيب بقى معايا شفشق الخلاط، شايفين بقى مكسور خالص معايا ازاي. طبعا رحت سالت بقى عليه عشان اجيب زيه، قالوا لي ب 450 جنيه والصيني ب 350. طب وعلى ايه؟ هنلحمه بقى معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف. هجيب بقى معايا قطعه كده من الفلين، انا عاملاها كده يعني بالطول، وهحط بقى قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول قطعه دي معايا هحطها على الحته المكسوره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليها بالامير. شايفين بقى الامير معايا بيعمل فوران كده مع الفلين. الفلين صح معايا خالص. شايفين بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، بصراحه احلى لحام ممكن تلحميه للبلاستيك. وحطيت كمان القطعة التانية وهنزل برضو بالامير بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى بيسيح معايا خالص ازاي، احلى لحم ممكن تستخدميه بقى لمثلا لعبة بتاعت اطفالك، او مثلا طبق كبير كده عندك واتكسر او صغير، تلحميه بقى باللحم دوت، بجد اختراع. شايفين بقى جامد خالص معايا ازاي كده، بقى مش هشتري واحد، لا انا لحمته بمنتهى السهولة معايا وباقل التكاليف. في قطعة تانية برضو مكسورة كده مشروخة حتة صغيرة، حطيت عليها برضو الفلين وحطيت كده نقطة من الأمير. شايفين بقى التفاعل روعة بصراحة، اختراع الفلين مع الأمير. طبعا ما تنسيش بقى بعد ما بتخلصي بتقفلي برضو الأمير تاني بمنتهى السهولة كده، وأول ما تسمعي صوت التكة كده يبقى هو اتقفل معاكي وبقى تمام وتقدري تستخدميه تاني، مفيش أي مشكلة. ما تفتحوش بقى من فوق تاني، طبعا بتبوظي كده المقص معاكي، لا الطريقة ديت أفضل بكتير.
الفيديو ده اللي بسببه الجزارين مش هيدخلوني عندهم تاني. ما انا عرفت بقى سر السجق البلدي وجماله، شايفين بقى ما شاء الله بعد الفيديو ده هتبقي استاذه في عمال السجق ومستحيل بقى تشتريه من بره تاني. هقول لك كل اسرار السجق في الفيديو، هتعمليه في البيت انضف واضمن واحسن واوفر من بره بكتير، كفايه انك عاملاه بايديك. ومن كيلو لحمه مفرومه هتحوليه لاربعه كيلو من السجق. يلا بينا بقى نشوف الطريقه الجميله ديت عملناها ازاي. معايا كيلو من اللحمه المفرومه جملي او جاموسي وفيها 100 جرام من نسبه الدهون، ومعايا كمان 3 بصلات كبار وهضربهم كويس جدا في الكبه لحد ما البصل ينعم معاكي خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او ممكن تعمليه بالمبشره مفيش اي مشكله. ومعايا كمان نص كيلو من الفلفل الالوان اللي هو الاحمر ده، هيدي بقى لون وطعم حلو جدا للسجق، وهضربه برده كويس جدا في الكبه. وهجيب بقى المصفى وهبدا كده اصفيه معايا كويس جدا، احنا كده عايزين الفلفل بس مش عايزين الميه بتاعته. وطبعا بقى ميه الفلفل دي مش بتترمي، دي بتبقى طعمها حلو جدا، ممكن تتبلي بيها لحمه او فراخ. وهنزل بقى بالفلفل على اللحمه والبصل. وسر الجزارين فول الصويا، هتجيبي بقى كوبايه كبيره من الفول الصويا وهتنقعيها في ميه لحد ما تنفش معاكي، وبعد كده صفيها بقى كويس جدا. وهنزل بست فصوص من الثوم وقرن فلفل حامي حسب الرغبه، واضربي كويس جدا لحد ما يوصلوا معاكي للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. فول الصويا والثوم والفلفل اتضربوا كويس جدا مع بعض. وهنزل بقى باخر حاجه معايا التوابل، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقتين كبار من البابريكا، ومعلقه كبيره من توابل السجق. وقلبي بقى المكونات كويس جدا مع بعض. اتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد. كده تمام معايا وزي الفل، المكونات كلها اتخلطت كويس جدا مع بعض. وهتجيبي بقى الهنك، الهنك ده بيتباع عند الجزار او اي مطبخ جنبك، هتقولي له بقى عايزه الهنك اللي بيتحشي بيه السجق، وهتغسليه بقى كويس جدا وهتسيبيه يتصفى من الميه تماما. وهاتي بقى اي قمع كده عندك، وابداي كده خدي حرف بتاع الهنك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحطيه في القمع. طبعا الهنك اللي معايا ده يعمل 7 كيلو لحمه. وعشان يسهل بقى عليكي كده اللحمه تنزل معاكي بمنتهى السهوله، هتجيبي بقى دهنه بسيطه جدا كده من الزيت في القمع نفسه، وهتحطي بقى اللحمه وتغطي بقى كويس جدا. عايزه اقول لك بقى هينزل معاكي بمنتهى السهوله، وهتبداي بقى تشيليها من القمع وهتربطيها بقى معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتقصيها من الناحيه التانيه، وهتبداي بقى من النص كده تلفيها مرتين ثلاثه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهتبداي بقى تجيبي كده على قد السجق نفسه وتلفيها وتدخليها بقى جواها بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان يديكي بقى نفس الشكل الجاهز بالظبط. وهتربطي بقى الحرفين، وشايفين بقى ما شاء الله اكنك كده مشترياه من بره. شايفين بقى ما شاء الله السجق البلدي وجماله، بصراحه ما فيش اسهل من كده ولا احلى من كده، حاجه بقى انت عاملاها كده بايديكي انضف واحسن من بره بكتير. وهاتي بقى الاطباق او الاكياس، اي حاجه كده تحبي تحطي فيها، وحطي بقى فيها السجق البلدي الجميل بتاعنا ده، شايفين بقى بسم الله ما شاء الله تحفه. وهاتي بقى الاسترتش، وابداي كده لف كل طبق لوحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او ممكن اكياس يعني اي حاجه كده متوفره عندك لف بيها مفيش مشكله خالص. وشايفين بقى ما شاء الله من كيلو لحمه مفرومه عملت 4 كيلو من السجق، في كل طبق فيه نص كيلو، وعملناه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وطالع شكله وطعمه وريحته جميله جدا. ان شاء الله هتجربيه وهتدعي لي عليه. واتمنى بقى لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو تعملي مشاركه عشان الكل يستفيد، واتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.